السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. ده آخر جزء معانا إن شاء الله في البي اتش بي سترينج. أنا عامل سترينج اسمه هالو، وعايز الفيديو اللي فات خدنا فانكشن الجوين اللي هي بتبدل أو بتحول الأري لسترينج، يبقى أكيد في حاجة عكسها بتحول السترينج الأري. طيب دي اسمها إيه؟ قال لي حاجة اسمها السترينج STR سبليت. دي بتاخد الأري، بتاخد قصدي السترينج أهو كده وتبدله الاري. ازاي اشوفه كده؟ قول له برنت ار عشان يشوف لك شكل الاري ده. افضل فانكشن تشوف لك شكل الاري ده النتيجه بتاعته البرنت ار. هسيف اهو واروح اعمل ريلود، هيحول لي فعلا السترينج اللي هو هلو للاري اهو. الاندكس 0 في اتش، والاندكس 1 في اي، والاندكس 2 في ال، وهكذا. طيب الفانكشن اسمها str split بتاخد اتنين بارامتر. اول بارامتر اسمه السترينج اللي هو عايز تحوله لي array، وتاني بارامتر اللي هو اوبشنال مش لازم تكتبه يعني، اللي هو اللينس. انت عايز تاخد السترينج ده تحوله array، عايز الاول يعني الكلمات تبقى كام. يعني مثلا لو كتبت اتنين معناها هتوضح بالمثال ريلود اهو، خد لي كل كلمه او السترينج بتاعك على هيئه حرفين. كل حرفين هاخد حرفين، ده الاندكس الاولاني، الحرفين اللي بعديه الاندكس الثاني، مفيش غير حرف واحد خلاص هعتبره ده الاندكس الثالث. طب لو انا قلت له انا عايز اعتبره مثلا ثلاث حروف، يبقى هيقسم الكلمه لثلاثه ثلاثه ثلاثات. يعني اول اندكس ياخد من ثلاث حروف اللي هو اتش اي ال، وتاني اندكس برضه هياخد ثلاث حروف بس مفيش غير حرفين. يعني مثلا خدت كده هلو مثلا كمان حرف كده، يبقى خلاص هيقسمهم لاثنين، اتش اي ال ده الاندكس الاولاني، وال او او ده الاندكس الثاني. ادي ريلود اهو نفس الكلام، 0 اتش اي ال والواحد ال او او. يبقى اللينس ده بيقسم لك الحروف بتاعه السترنج ده. انا هاخد اول ثلاث حروف من السترنج ده هعتبره الاندكس الاولاني، واخد بعد كده هقسم السترنج يعني ثلاث حروف، ثلاثات ثلاثات ثلاثات، اثنين يبقى اثنينات، واحد يبقى كل حرف في اندكس الواحد، خمسه يبقى كل اول خمس حروف يعني السترينج يبقى 5 5 5 5 وهكذا. اتمنى يكون الفكره دي واضحه. تمام جدا. طيب عندي فانكشن تانية حاجه اسمها السترينج شافل. دي بتعمل لي ايه؟ هتبقى واضحه جدا اهو. لو جيت قلت له ايكو str شافل، وهياخد ال شافل ناقص غالبا حرف ال، تمام، هياخد السترينج ده شافل، ده يعني طلع لي السترينج ده بشكل عشوائي. يعني ايه؟ يعني اهو ادري لود اهو، هيطلع لي مثلا كده، اعمل ريفرش تاني هتلاقي بدلك الحروف، اعمل ريفرش تاني هتلاقي بدلك الحروف، بيلخبط لك يعني الحروف بتاعت السترنج ده. يبقى دي بتعمل مثلا راندم مثلا. كلام جميل جدا. ودي بتحول لي الاري، بتحول لي السترنج الاري، واللي بتحول الاري لسترنج فانكشن الجوي. اخر حاجه معانا سترنج ريبيت. انت مثلا عايز تكرر حاجه معينه، عايز تكرر حاجه معينه بتستخدم فانكشن اسمها string repeat دي. وليكن انا هكرر حرف ال h مثلا خمس مرات، يبقى اول حاجه السترنج اللي انت عايز تكرره، عايز تكرره كم مره، واقول له ايكو مثلا string repeat، واروح اشوف الشكل. ادري لود كرر فعلا ال h. لو جيت عملت كده هنفصل مثلا ايكو كده br، وايكو هنا برضو br، وهسيف اهو واروح اعمل ريلود اهو، كرر لي الاتش خمس مرات. انت مثلا لو جات لك فكره معينه عايز تكرر مثلا الحرف ده لما يجي يكرر مثلا خمس مرات وهكذا، استخدم الفانكشن اسمها string repeat. يبقى اول حاجه عندنا كان في الفيديو string split بتحول لي السترنج لاري، والبارامتر التاني ده بتقسم لك السترنج على حسب عدد الحروف اللي انت عايزها، ثلاثات اثنينات اربعات زي ما انت عايز. السترنج شافل بتبدل لي، بتعمل لي السترنج باي راندوم، بتطلعه لي مثلا هلو تبقى اتش الاول مثلا الاخر وهكذا. السترنج ريبيت بتكرر لي السترنج اللي انت عايزه بعدد الحاجات اللي انت عايز، خمس مرات 10 مرات وهكذا. اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.